معلش دي اول مره يا فندم المكنه تتعطل كده. طب اجيب لحضرتك حاجه ساقعه؟ لا معلش مش مشكله هستنى لاتين. حاجه ساقعه يا فندم؟ هستنى لاتين. ايه ده؟ اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا، خش برجلك اليمين. اتفضل يا باشا. انت بتسقف لمين؟ وفي حد جوه الشقه؟ لا بس احتياطي يعني. اه ها بس ايه رايك بقى؟ الشقه واسعه فعلا يعني نمت العقد. يا ابني افتح النور يا ابني خلينا نبص على الشقه. حاضر. بس على فكره قبل بقى ما نفتح النور عايز اقول لك ان الشقه دي فيها الغاز متركب والسخانات جاهزه. ايه يعني على الحومه على طول ريحه الغاز باينه فظيعه. يعني نمت العقد بقى. ابوس ايدك افتح النور خلينا نبص على الشقه. خلاص ماشي. بس على فكره قبل ما نفتح الكهرباء دي والنور في النجف هنا ايطالي مستورد اصلي يعني باين عليه. هتشوف هتشوف. اتفضل. ابوس ايدك افتح النور خلينا نبص على الشقه. حاضر 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 هنمضي وهنبص. مين قالك نفتح النور؟ مش انت اللي قعدت تقول لي افتح النور افتح النور. خلاص ما تقلقش خالص الشقه تبقى 100 وهنمضي العقد والنجف هيطلع وفله يعني. ماشي ممكن تفتح الازاز عشان تهوي الشقه شويه من الغاز. حاضر حاضر ماشي. طب بقول لك ايه، ما تتفضل انت الاول. نعم اخويا. لا اتفضل نجرب قدامي. حاضر. انت رايح فين؟ احنا لسه ماضينا. اه صحيح. طيب اتفضل. يلا ادخل. اتفضل. ايه؟ ايه؟ في ايه؟ ما انا قلت اسقف جايز حد يكون جوه ولا حاجه. ماشي يلا يلا. هو الشيش وقع على عربيتي؟ لا هي عربيتك هي اللي لونها ازرق؟ لا 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 مش عربيتك. تعالى بقى نمضي العقد. تعالى 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 تعالى. طب ممكن انزل اطمن على العربيه؟ احنا نمضي عقد الشقه الاول وبعدين نطمن على العربيه. احنا فين دلوقتي؟ في الزفت الشقه. خلاص خلينا في الشقه وبعديها ننزل الزفت العربيه. ها بس ايه رايك بقى في الطرقه؟ هي ايه كل الاوض دي؟ انت مش عريس جديد؟ اه. عايزك بقى تملاها عيال. فرجني. شكلي مش هعرف اخش قطعه الخلف. ايه ده؟ ايه؟ باب الاوضه دي عمال يتهز كده ليه؟ اهو تراه بحر. يبقى دي اكيد اوضه النوم. اتفرج عليها. تعالى. ايه ده؟ طلعت الحمام. امال فين اوضه النوم؟ يبقى اكيد في الحمام. تعالى تعالى. بقول لك ايه؟ ايه؟ طب مفيش حاجه عدله في الشقه دي؟ ايه ده؟ انت عايز حاجه عدله؟ يا ريت. طب ما قلتش لي من الاول. حاجه عدله؟